اللحمه هنا على النار. طيب نشوف مع بعض مقادير طاجن المكرونه باللحم والبروكلي. شويه مكرونه باللحم والبروكلي. اول حاجه نزلت بيها اللحم بالشكل ده كده، ممكن يجي على الشاشه مع حبايبنا، لحم شرايح، نشيل الدم ده كده، ربنا يكفينا شر الدم، زي الفل. هننزل بشويه بصل ناعمين، المكرونه معانا اهي، تخليها مكانها زي الفل. وسع الدنيا كده، يلا اللهم صل على النبي. مكرونه بنه، يفضل تكون بنه، ومعانا لحم شرايح. توصي الجزار طبعا على شرايح من اللحم اللي بتعملها سكالوب للاولاد او بوفتيك، وتقطعها قطعيه الشاورما او قطعيه الكبده الاسكندراني كلنا عارفينها، دي نسبه الدهون فيها لا تتعدى 5% تقريبا. حلو الكلام. ومعانا بروكلي وملح وفلفل، وممكن نحط صوص طماطم او كريمه لباني، عايزاها دايت وتكونش فيها نسبه دسامه، استخدمي صوص طماطم حلو لطيف وجميل. عايزاها تبقى حلوه للاولاد ومش دايت قوي يعني، حط كريمه لباني. دي المقادير على الشاشه، مع طبعا فلفل الوان عشان الاطفال الحلوين يحبوها ويشوفوا شكلها الحلو على السفره. بنروق البوتاجاز بتاعي وانا شغال كده اول باول، وكل ما تروقي مطبخك اول باول هتطلعي منه رايقه فايقه زي ما انا شغال كده. والبرغل بيستوي على النار، نبص عليه بصه، ايه الاخبار؟ اهو زي الفل. زي الرز بقى، نسيبه يتشرب بقى، الرز ابو شعريه اللي احنا عارفينه. حبايه البرغل مع حبايه العدس باتنين حبايب في قلب الحله، بيجمعهم البصل المصري اللطيف الجميل بزيت الزيتون، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه كمون، في الاخر هنحطه. اللهم صل على النبي. طيب ونهدي النار علشان ما يشيطش مننا. اللحمه بتستوي في حله طبعا تانيه، هنبدا ان احنا نساوي البروكلي مع المكرونه واحنا شغالين. دي ميه بتغلي على النار، بنحط فيها شويه زيت زيتون. شوفي بقى التركايه بقى، الاثنين، ادي زيت الزيتون وشويه الملح في النار كده. ونبدا باول حاجه ننزلها المكرونه. انا من الناس اللي بيساوي المكرونه نص سوا وتكمل سواها مع الصوص التابعه له، سواء مشروم، سواء كريمه لباني، سواء وايت صوص، سواء بتعملها بالفراخ زي ما انت عايزه. يفضل سلق المكرونه نص سوا، ولو تعمليها بالبشاميل برضه اسلقيها نص سوا علشان تستوي في قلب البشاميل، واللحمه البولونيز تقوم تاخد الشكل وتبقى بتقطعيها في قلب الطبق خرطه بخرطه. زي ما انا شغال كده. ميه وزيت وملح، ونقلبهم مع بعض، بنسيبها شويه. في نفس الميه هنزل بالبروكلي، بس مش دلوقتي. ده المطبخ، انك انت عارفه بتعملي ايه ومرتبه شغلك ومرتبه كل حاجه معاكي على النار زي الفل. اخبار اللحم ايه؟ نعم، ممكن تتعمل بالفراخ، سؤال من الكنترول. شيف مغازي، انا مش بحب اللحمه في المكرونه، بحب دايما صدور الفراخ. تنفع نستبدل شرايح اللحمه دي بشرايح دجاج؟ ينفع نجيب صدور الفراخ وتتقطع بالشكل ده كده، ونسويها زي الشاورما، وفي قلب زيت الزيتون مع بصلايه ناعمه هننزل بيها دلوقتي، وفص توم. البروكلي من اهم فوائده طبعا اللي بيخليه دايما الناس تبص له نظره حنيه شويه، غير الارنبيت اللي احنا عارفينه بيتقلي وتخش بسقعه والجو ده كله. الارنبيت دايما بيخش مع اطباق الخضار السوتيه في المطبخ الغربي بالذات، وبيتقدم طبعا مع اللحوم المشويه والجو اللي احنا عارفينه ده، وبتقدم سوتيه مع زبده كده يبقى لطيف وجميل، ويتعمل شوربه بروكلي مشويه ونعملها زي ما هي مفيش مشكله، بتقدم مع اطباق المكرونه اطباق الفراخ بيبقى لطيف وجميل. والبروكلي فايدته الاولى يعني ان هو طبعا سريع الهضم، وكمان بيساعد على الهضم وبيريح جدا للقولون، فمفيش مشاكل منه خالص، وما بيعملش انتفاخات زي الارنبيط، تلاقيه هادي كده ولطيف وجميل. ده بالنسبه للبروكلي. خلينا طبعا اللحمه بتتشوى على النار، لازم ميتها تنشف كده والجوس بتاعها كده عشان انزل عليها بالمكرونه والبروكلي، ونشوف التركية الاخيره لعمل شويه مكرونه مع لحم شرايح وبروكلي. معانا مجدره هنسميها مجدره العدس بقى بالبرغل، اللي هو العدس بالعسل البرغل بالعدس الاسمر. اللحمه طبعا عندي هنا بدات ان هي
الميه بتاعتها خلاص، تسمعي الصوت كده تعرفي ان هي في طريقها للتحمير. وما تسيبهاش لما تنشف جامد. ولازم تضمني ان هي استوت. طبعا معانا شويه فلفل اخضر احمر اصفر، انا بحبه دايما مع اطباق المكرونه عشان الاطفال الصغيرين بيحبوه. وبعدين الفلفل الالوان ده غني جدا بفيتامين سي، يعني الفيتامين سي مش في البرتقال واليوسفي بس، لا في الجوافه، فلفل الوان، فراوله بتاعتنا الجميله. البروكلي ده فيه فيتامين سي. كل الاكل بتاعنا النهارده صحي. هننزل بالفلفل ده كده على اللحمه. اللهم صل على النبي. ومعانا ريحان اخضر. سؤال وجيه جدا جالنا على السوشيال ميديا دلوقتي، اللحمه دي ينفع تتعمل شاورما؟ هي نفس التقطيعه ونفس اللحمه تتعمل شاورما، بس طريقه الشاورما غير اللي انا بعمله دلوقتي. الشاورما لازم تتبل في زبادي حبهان بهار حلو، اللحمه بالذات قرفه وفلفل اسود وعصير ليمون وخل وعصير برتقال. ده ريحان اخضر ينزل على الفلفل، كل ده بعد اللحمه ما تستوي علشان نسبه او وقت تسويه اللحوم اكبر بكتير من تسويه الفلفل الالوان والخضار. يعني بالشكل ده كده، وانا عايز اللون يبقى اخضر بالشكل ده كده. اخبار المكرونه ايه يا عم الشيف؟ بالبروكلي هنا. في نفس الحله اللي كنت بسلق فيها المكرونه. الطبق ده لطيف جميل جدا. حلو قوي. زي الفل. ميه فيها شويه ملح ومعلقه زيت. هتلاقي البروكلي ده لونه خضاره وجماله دلوقتي احسن من الاول بكتير. ناخد من الطماطم دي شويه. الله الله ينور يا استاذ رحاب. جالنا سؤال دلوقتي كمان مهم جدا ولغايه يوم الدين يبقى السؤال ده بيتسال. البفتيك والمكرونه بالبشاميل. البفتيك بيفك مني يا شيف مغازي، انا عملته الاسبوع اللي فات، وقاعده الشيف المغازي بتقول ايه لعمل البفتيك او البنات او الفرايد عموما. ممنوع منعا باتا وضع اي ماده دهنيه سواء زبده سواء زيت سواء سمنه في تتبيله اللحوم او الفراخ او السمك. لو انت هتعمليها مقليه او فرايد ممنوع منعا باتا، ده اللي مش هيخليه يفك منك. وبعد ما تتبليه كويس استخدمي معلقه دقيق مع خفق البيض عشان البيض يمسك في شريحه اللحمه او شريحه الفراخ اللي انت بتعمليها بانيه او بتعمليها سكالوب. المكرونه كده جاهزه بالفلفل باللحمه، لطيفه وجميله اهو زي الفل. البروكلي هيستوي ينزل عليها دلوقتي. تعالوا نغرف البرغل بتاعنا. اللهم صل على النبي. والله العظيم انا لسه واكل الاكله دي امبارح، اكلتها مع زبادي، لطيفه جميله ما اقولكمش. الميزه فيها بقى ايه؟ يعني ممكن ناكل شويه منها كده الواحد يشبع بسرعه، وفي نفس الوقت صحيه اهي. اللهم صل على النبي. زي الفل ان شاء الله هنعمل كل حاجه. مكرونه، اتفرج على المكرونه دي يا شفيق، اتفرج على المكرونه وهي نازله في الطبق كده مع لحم شرايح مع فلفل الوان عشان الاطفال الحلوين. اللحمه مستويه زيها زي المكرونه تتنافس في طبق بالشكل ده كده. هنزينها دلوقتي بالبروكلي. ايه الجمال ده. كل ده ينزل. اللهم صل على النبي. زي الفل. روق يا شيف الكاونتر بتاعك عشان مخرجنا ما يزعلش مني. سيف يا سيف ازيك يا عسول يا جميل البطل سيف. الله يخليك. حاضر عينيا. اللهم صل على النبي. في نفس الحله. اللي بيسال عن البروكلي اتصلت من شويه اختنا طبعا قالت البروكلي ده انا مش بحب. البروكلي ممكن يتاكل على كده يبقى لطيف على فكره. شفت ازاي؟ هو ده. حد هيقول لي دلوقتي يا شيف مغازي ما قلبتوش ليه مع المكرونه؟ هو ده الكلام بقى، ده السؤال اللي عايزه من حضراتكم. ما قلبتوش ليه جوه المكرونه؟ انا مش عايز الشكل الجمالي للمكرونه يختلط بالبروكلي، انا اقدمه كده جارنش او برزنتيشن. اللي عايز هيحط بروكلي مع المكرونه. لان المكرونه دي فيها لحمه شرايح
زي الفل. تمام.